بداية محاكمة رسلان والغريب بالنسبة لك، أنت من اكتشفت وجود أنور رسلان في ألمانيا، أريد أن أسمع منك القصة مع المشاهدين، كيف يؤثر ذلك عندما نصل إلى مسؤول رفيع المستوى استطاع أن يذهب إلى ألمانيا لسنوات دون أن يكشف، وبعد ذلك بعد أن انكشفت هويته قدم للمحاكمة؟ تحياتي أولا لك والمستمعين والمشاهدين الكرام والأستاذ إبراهيم. أريد أن أصحح معلومة، أن أنور رسلان لم ينشق، لم يعلن انشقاقه لا عندما غادر سوريا ولا أمام المحكمة ولا لأحد. هو حتى أمام المحكمة قال أنه اضطر لمغادرة سوريا إسراء مجازر الحولة، ولم يقل أنه لم يوافق على ما يقوم به النظام من تعذيب وقتل المعتقلين أو اعتقالات، بل أنه في بيانه الأخير يقول بأنه ترك خلفه 26 سنة من الخدمة، وكأن هذه 26 سنة هي سنوات مشرفة بالنسبة له. ونحن جميعا نعلم حتى ما قبل الثورة السورية كيف كانت أجهزة الأمن تعامل المعتقلين وتعامل المواطنين السوريين. وبالتالي حتى المحكمة في بيانها أو في قرارها قالت بأنها لم تقتنع بأن أنور رسلان قد انفصل عن النظام، بل أنه ما زال يعمل ضمن النظام. حتى المحكمة اكتشفت من أقواله ومتصرفاته بأن هذا الرجل لم يغادر النظام. كيف تم اكتشافه أستاذ أنور؟ هناك عدة مؤشرات حقيقة كانت واضحة. أولا خطابه أمام المحكمة، حيث أنه بالبداية نفى أن يكون هناك تعذيب، نفى أن يكون هناك منهجية، نفى أن يكون هناك أدوات تعذيب. قال أن فرع الأمن هو منتدى ثقافي أو مركز ثقافي لتثقيف المواطنين، بالإضافة أنه تبنى خطاب النظام عندما قال للمحكمة الألمانية نحن كنا ندافع عنكم، يجب أن تشكروننا، كنا ندافع عنكم، كنا نحارب الإرهابيين. وبالتالي بالإضافة إلى عدة مؤشرات أخرى، معرفته بأسماء الشهود قبل أن تعلن، تهديد النظام للشهود الذين لم يعلن أسماءهم، معرفته بتفاصيل دقيقة لم تذكر بالمحكمة وذكرت فقط بالضبوط الأمنية. وبالتالي كان هناك عدة مؤشرات أن هذا الرجل هو غير مكان عمله ولكن لم يغير عمله.